مايكل بوزيدي ونختموا حصتنا اليوم. ما حش تكلموا كثير على البطوله الوطنيه لانه المباراه الاخرى مباراه تقريبا شكليه ما عدا مباراه البقاء. تصريح الموالي حول دراوي والذي حدث هذا الاسبوع، رغم انه رئيس ربحي لم يصرح انه دراوي امضى، لكنه قال اتفقنا مع اللاعب دراوي الذي امضى في نادي الوداد البيضاوي. نستمع للتصريح هذا. ثقه لاعب في اللاعب تاعك عندي 3 سنين وهنا كان اكد هو في لافان دلاني كان اكد باللي قال لك الا جاني دي كونتاكت من لي بي دو غولف نمشي. ومن بعد عاود تكلم معايا كانوا فرق عاصميه سيرتو اتصلوا به قال لي عيطولي وتكلمت معاهم قال لي باش ما تزعفش قلت له ما تزعفش انا المهم راك في دارك. وكان عنده الاب تاعو مريض ربي يجيب له الشفاء قال لي نجوز باش نسيني العقد. ومن بعد هذاك النهار تخالفنا شويه هو راح لعندي شوف القلب تاعو كان في السبيطار. ومن بعد طلب مني باش يمشي في عطله مشى في عطله كلمني من تمام العطله قال لي وقتاش نروحوا يعني السعوديه. وكنت قلت له ما تعاودش دير يعني الغلطه الاولى قلت لك قال لي لا خلاص عطاني كلمه يعني انا هادشي اللي غادني الحال تما طيح لي كلمتي والانصار زعفوا عليها بون ايزون بصح. ولكن في اخر مطاف حنا نقولوا ما كاش اي لاعب كبير على شباب بلوزداد، شباب بلوزداد هو الكبير هو اي لاعب ما وكاع يعني لاعبين في يلبس المايو تاع الفريق. إذا ما كاش واحد أكبر من فريق شباب الوزداد نذكره أنا نشوفه في الصور نأكدوا ما قاله زميلنا وصديقنا أمين أقصاص. تحت شوية الظلمة مزيكا لي بروجيكت تاع الكاميرا سينو ما كاش الضوء. عندك الحق أمين هنا تقدر تهضر على الإضاءة هنا نفذنا الاحتفال. محمد قاسي السعيد لا أحد فوق شباب بالوزداد. إمضاء دراوي ربما أغضب الأنصار لأنه قال لك الرئيس وعدنا بأنه سيبقى ونسحقه في وسط الميدان. هي نيرنيان ديسبونسر بردوان نعم كلمنا ومهدي وشرح كيفاش تلعب لا إداحة صح التعبير مع الرئيس السابق اللي هو بالحاج هو من حقه يشوف بخروجه ايضا طبعا رضوان. ولكن اليوم دراوي مد واش مد السي ار بي جاته فرصه باش يخرج من الجزائر راح فريق ايضا فريق كبير الوداد ماهوش فريق صغير. نقول لازم حتى الجمهور تاع شباب بلوزداد ميلوا من الرئيس ميلوا من اللاعب اللي يشوفوا لاعبين كبار نعطيك على سبيل المثال ميسي خرج من برشلونه وحما سبوا اللاعبين كاع يغادروا ويوليوا وحما يسبوا. لازم نغيروا الثقافه هذه تاع الشك من اللاعبين ولا الرئيس لما يروح لاعب ولا رئيس ما يقدرش يشد لاعب ما لازمش يشتموا. امين اقصاص واش تقدر تقول لنا على هذه القضيه التي اخذت اكثر من حجمها صراحه؟ البعض قال لك دارها لنا ديجا من قبل راح للصيف وخلانا تمسخر بينا في وقت شده زاد عاود هنا اون دوزيام فوا لانه كان عنده عروض خليجيه واتفق مع الرئيس وكان عنده عروض من العاصمه هنا نوادي عاصميه عطاو له اموال كثيره وطلب بالوزداد لكن جا عرض في غريب راح. شوف ما نقدرش نتكلم لك في بلاصه اللاعب باسكو اللاعب هو اللي راهو في هذا الموقف هذا ما تكلم رئيس الفريق. انا نقول باللي بالك حاجه لك لغات رئيس الفريق هو مد الكلمه. انا كنت بالك كان كنت في بلاصته انا عطلي افير كيما هذه بصح انا امور واحده اخرى انا كنت مخلوش كنت بزاف صراو لي مشاكل هذا ما عندوش مشاكل مالي انا صارت في 2005 كي ولا 6 كي جيت للسي ار بي مديت لي كلمه جيت للسي ار بي رغم ان حنا شي ربي يرحمه كان يسنى فيك فرويسو بحال الكلمه جيتيني في السي ار بي علاش ما هذه انا لا لا انا هذه باش هذه معليش شوف باسكو انا كي رحت من شباب بلوزداد زعفوا عليا الانصار بصح انا الطريقه اللي رحت بها مختلفه على هذه باسكو نقدر دوكا ندير لاناليز. انا كان كنت زعما اكزوم في شباب بلوزداد كان كنت كاين امكانيات كيما دوكا كان باسكو حنا كتعرف مهدي بالك ما كنتش معانا قريب هذيك لا بيريود مي كنت انت مناصر شباب كنت تجي للستاد كنت تجي تشوف شفت المشاكل اللي كنا فيهم. اليوم دراوي ما نلوموش هو حر في الاختيار ديالو كان قادر يتكلم مع رئيس الفريق قال انا مهدي اليوم راني حصلت 3 القاب مع الفريق هذا حبيت نشوف شالونج واحد اخر نبدل نشوف بطوله واحد اخرى يعطيك الصحه كنا هما نجوزوا الحفله هذه وجي اسمع لا ماشي عيب ماشي عيب. اليوم تشوف نعطيك اكزومبل يعني عقل مهدي اليوم تشوف انت تشوف غوندوغان في السيتي راح من احسن لاعبين في السيتي اليوم حب يبدل الكلب راح اسمه الاف سي برشلونه نورمال. اليوم كان بالك دراوي تكلم مع رئيس قال انا يا خويا حبيت نغير فريق حبيت نغير اجواء كمل الحفل تاع امسال الحفل بعد ما ثاني بالك لي سيبورتور بالك يصفقوا لك بالك كذا قال فوالا حبيت كان يقدر يجي يلعب درني ماتش الدار يعطيك الصحه اخر مقابله نورمال دوك خدا اسمع انا باش من انا ما نظلم اللاعب ما نظلم هذايا من حقه يديفوندي الكلوب باسكو رئيس فريق والاخر يقول لك انا نشوف مخروجي. هل كلمك بعد الامضاء صراحه هل قال لك بلي استحملني استحملني بعث لي ميساج بعث لي مانجور كلمني قال لي حبي يكلمك انا كنت شويه زعفان قلت له ما لا صراحة قلت له معليش انا ما يعني واش جسم هذا ما كان مي في اخره هذا هو مكتوب الله هو مشى في حاله ربي يهنيه
وحنا ثاني تسير بي كبيره كبيره عليا كبيره علينا كاملين. انت قلت البارح باللي حسن الله الناصر رحمه الله عليه وغادر شباب. غادر شباب رحمه الله. هاو سعيود كيف كيف ما راح قال لك خلاص سير بي ما يزيد والو. سعيود لا كان لاعب اكسبلوزا في سير بي وراح جنا دينا الغاب بديهه. حبيت نفهم المناصر ولا الناس باللي لو كلوب هو اللي يدير لك اسم ماشي انت دير اسم الكلوب. هكذا بس يكون عندك ثاني امكانيات عليك. كان جوار يلعب في غرون كلوب كيما المولوديه ولا لي غرون كلوب ليش ما جي اس كذا لازم يحط في باله بلي هو راح يلعب هو يفاس فيغمون في الكلوب هذاك صح ماشي كونتر عليك. اني داكور مع الرئيس ولكن حاجه نزيدها لازم اي جوار اللي يجي يلعب في تال هاد لي كلوب لا ويسيتي فيهم سي فري راه سي لي ديريجون لي طيب طلعوا قيمه الكلوب باش هاد الجوار يعرف مع من وين راح يلعب ومع من راهو. بارك الله فيك. صح هذا هو اللي خص المشكل. التصريح الاخير للرئيس حول غلطت شويه يا عمرو سيد مهدي ربحي امس قال لك علاه ما تكلموش على المجهودات اللي قمت بها عندما اكدت امضاء وابقاء على بوصوف هذا اللاعب اللي كان مطلوب من العديد من النوادي الجزائريه وحتى في تونس. نستمع لاخر تصريح. كونتر علاش حكاو على نو ماشي مشكل انا بار كونتر علاش حكاو على لو ديبار تاع ان جوار وما حكاوش على المجهود اللي درته على 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 بوصوف. بوصوف كان خلاص العقد تاعو مات لو 30 باش نوضح الامور. مشيت انا شخصيا مشيت لاوروبا مشيت عند الفريق تاعو ودرت مجهودات كبيره باش شرينا العقد وكانوا فرق منا من العاصمه ايزون دوني دوبلي تريبل على ولكن نشكر اللاعب نشكره هذه للامانه تكلمت معاه كي تكلموا يعني كلموه المسؤولين تاعو تاع الفريق اللي كان ينتمي لهم قال لهم نلعب في شباب بلوزداد راه مشكور ونشكره على الرجله تاعو على الكلمه ديالو كان عنده حتى فرق تونسيه مدوا له يعني مبلغ خيال.